لماذا نتأخر كثيرا خصوصا عندنا في داغستان؟ لماذا نتأخر دراسيا؟ يعني علماؤنا هم طلاب العلم عند علماء العرب. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق صبر. يعني ما في كتاب ممنوع قراءته. هنا السؤال، كم تستفيد أنت؟ إخلاص في القول والعمل. اليوم وختامه مسك. نعم، أسأل الله أن يجعل ختامنا مسكا وأن يجمعنا في مقاعد الدراسة هنا في الدنيا على خير وصحة وسلام، وأن يجمعنا تحت لواء سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، يعني مع هؤلاء، مع هذه الوجوه الطيبة. واليوم عندنا خياران، إما أن نلخص ما أخذناه يعني حتى يصير عندنا صورة، يعني صورة مدارس، صورة الكتب، صورة، وإما أن نتابع كما كنا يعني نتابع في دروسنا السابقة. الخيار عندكم. إما أننا يعني كسؤال وجواب حتى يكون درس غير جامد، إما أن نجمع ما أخذناه، وإما أن يعني نشرح بعض الآيات مما تبقى عندنا من سورة عم. جزاء وفاق. نعم. Если, например, мы говорим, если человек, например, он достиг балига, 15-16 лет, и жил, например, в Карибской стране, например, Америке где-то, и в возрасте 15-16 лет он умер. Мы говорим, что он финал хайр. يعني صار بالغا ثم توفي. نحن نقول عنه خالدا في النار. يعني نحن متى نقول أنه خالدا في النار؟ إذا تيسر عنده، صار عنده الدعوة، بلغ عنده الدعوة، بلغ سامع بالإسلام. ها؟ سامع بالإسلام. أها. لكن الأحكام الشرعية عندنا يعني، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني بعث إليه الرسول، هذه الأعذار موجودة عند يعني غالب الناس، أليس هذه الموجودة؟ موجودة، وعنده عقل، ولا نقول كالمعتزلة، لا، لكن عنده عقل وهو يعني بالغ عاقل مكلف يعني، وبلغ إليه الدعوة ثم لم يستقم، يعني و مات كافرا، من то что успеет делать шахада сказать успеет он успеет спокойно сказал бы шахада он же мог бы يستطيع أن يقول شهادة، يستطيع أن يوحد الله ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما في تكاليف، ما في يعني ضيق، كل يعني أرض الله واسعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جزاء وفاق. نعم. الآن نعم، أولا
قبل كل مادة من المواد. لماذا نتأخر كثيرا خصوصا عندنا في داغستان؟ لماذا نتأخر دراسيا؟ يعني علماؤنا هم طلاب العلم عند علماء العرب، دعنا نقول يعني علماؤنا هم طلاب العلم في الدرجة الأولى أم الثانية أم الثالثة. يعني لماذا نتأخر كثيرا في دراستنا؟ ماذا تظن؟ ما هو السبب؟ ماذا تقول؟ قلة ماذا؟ يعني سبب ثانوي وليس أساسي، وقلة الهمة يعني ناشئ من شيء آخر. ما هو؟ أننا لا ندرس، ندرس ونتعب، مدارسنا يعني ممتلئة وهي ملآن والأساتذة موجود، أننا نمشي بدون منهج، أننا نتعب ونتعب ولا نقطف ثمار جهدنا. لأن عندما كنت في الشام يعني سألني بعض الأساتذة ماذا قرأت في اللغة في النحو، سردت له الكتب بدءا من 100 عام إلى يعني تقريبا 10 أم أقل. قال لي أنك إمام في النحو. والله قلت لست إماما ولست طالب علم حتى في النحو. لماذا؟ لأننا لو درسنا وفق المنهج الصحيح لأصبحنا أئمة. هؤلاء الأئمة هم أمثالنا يعني العباقرة، لأنهم درسوا صحيح، أنهم بذلوا جهودهم. يعني لا بد من أن تتعب إذا أردت أن تصل إلى، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ الجهد، لن تبلغ المجد حتى تلعق صبرا. لا نصل، لأن السفينة لا تمشي على يبس، لا بد من بذل الجهد. لكن كثير من الناس يبذلون جهودهم ويتعبون ليل نهار لكنهم ما بلغوا إلى المقصود. هنا الخطأ، أنهم لا يوجد منهجية، أنه لا يوجد عندهم منهجية. أي مادة من المواد، خذ أصول الفقه، خذ الفقه والنحو والصرف وما إلى ذلك. يعني نحن أخي يعني نقرأ الكتب، لكن مشكلتنا لا يوجد عندنا منهجية. أنا كنت أظن يعني أي أريد أن يعني أشتغل في التفسير، وكنت أتساءل مع وأراسل الرسائل مع الدكاترة في التفسير، يعني ما هو أول كتاب، ما الذي أقرأ؟ يعني أبدأ من الجلالين، أبدأ. كنت أظن يعني كان عندي صورة أن هناك ترتيب في الكتب، أولا أقرأ كتاب جلالين، ثم أقرأ كتاب كذا، ثم أقرأ كتاب كذا، ثم أقرأ. هذه ليس منهجية في التفسير، أنك في التفسير اقرأ أي كتاب، اقرأ من المصحف، اقرأ من المصحف. المنهجية أولا أن نعرف المدارس. لماذا؟ أول أمر، أول خطوة أنك يعني يصبح عندك صورة للتفسير. تنظر إلى الخريطة، صار عندك يعني صورة، عندك مدرستين. يعني هناك علماء قسموا مدارس التفسير إلى 4 مدارس أو أكثر، لكن أهم المدارس عندنا، عندك مدرسة الرأي والاجتهاد، وعندك مدرسة المأثور. هذه أول خطوة. الآن أنت تريد أن تشتغل بالأقوال، بتفسير القرآن بالقرآن، بتفسير القرآن بالسنة، روايات، نقول عن الصحابة، اجتهاداتهم، آراؤهم. هل تريد أنت أن تشتغل هنا في هذا الجانب، أم تريد أن يعني تتعمق وتعرف لطائف القرآن، يعني
أن تقرأ القرآن بذوق، بروحانية، تعرف اللطائف والأسرار والمناسبات وال يعني البلاغات، أي ماذا تريد؟ العلماء يقولون أن نصف الحق عند هؤلاء عند مدرسة الطبري، ونصف الحق عند مدرسة الزمخشري، هذا لا بد منه، والثاني أيضا لا بد منه. هذا أولا. ثانيا، كما قلت لك، اقرأ أي كتاب، لكن لطالب العلم المبتدئ طبعا يبدأ إما مثلا من الجلالين، أو يعني أخذك من الكتاب بحسب ما معك من الآلة. لا يوجد عندنا والله كتاب، يعني كما سأل أحد الإخوة، يعني أي كتاب، يعني هل يجوز أن أقرأ جلالين أو أقرأ، يعني ما في كتاب غير ممنوع قراءته. هنا السؤال، كم تستفيد أنت لو أخذت الكتاب نظم الدرة أو إرشاد العقل السليم لأبي السعود؟ يا أخي تقرأ ولا تفهم، غاية الصعوبة، كتاب صعب. لكن يجوز لك أن تقرأ، يجوز، ما في مشكلة، تقرأ. السؤال عندنا هنا، كم تستفيد من الكتاب في صعوبة القراءة أم سهولته؟ أولا يبدأ طالب العلم المبتدئ إما من الجلالين أو من التيسير أبو بكر الجزائري، كتب يعني سهلة. لكن كلما يتقدم يعني يبدأ يبحث عن كتاب حتى لا يصبح عنده تكرار. طاهر ابن عاشور قال أنه لو استقبلت من أمري ما استقبلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه وجد نفسه بعد 20-30-40 سنة يقرأ نفس الكتب. يعني قرأت كتاب مثلا الكشاف، ثم البيضاوي، ثم حواشي، ثم بعد 5 سنوات أو أكثر، يعني بعد 6 سنوات قرأت في إرشاد العقل السليم، ووجدت كل ما في هذه الكتب قد جمعه أبو السعود. يعني راح عليك، لا نقول راح عليك، لكن يعني لو قرأت مباشرة إرشاد العقل السليم لا توفر عليك 5 سنوات. ثم يبدأ الخطوة الثانية، يعني يقرأ كتاب جامع حتى لا يتكرر عنده، حتى يعني يكون عنده مثلا طريق، يعني يختار أقصر الطريق. ثم بعد أن اخترت كتاب من الكتب، لا يوجد هناك كتاب واحد يستغني فيه التفاسير، كتاب واحد لا يمكن، لأن هذا ليس قرآنا، الكمال لله سبحانه وتعالى. هنا هذه الطريقة التي أخذنا، أهم شيء في النقطة الثالثة، في الخطوة الثالثة، أن تعرف أين ترجع. أنت أخذت كتاب، اخترت لنفسك كتاب، ثم يا أخي أولا وجدت أسباب النزول، يا ترى أرجع إلى طبري أم ابن كثير أم إلى أين أرجع؟ مباشرة عندك كتاب واحد أو تفسير واحد، إذا لم تكن متخصصا فتفسير واحد، خذ تفسيرا. مثلا قلنا في النحو الدر المصروف، أخذت كتاب واحد. في القراءات مثلا النشر في القراءات العشر أو البدور الزاهر، اختر كتابين، يعني كتبنا الإخوة. نعم، يكون عندك كتاب واحد. أسباب النزول، إذا أردت يعني الجامع لأسباب النزول، هذا الجمع كل هذه، نعم، أو تفسير،
يعني أفضل من يتكلم في في أسباب النزول وفي المكي والمدني قلنا ابن عاشور. نعم يكون عندك تفسير واحد. مثلا في الأحكام أخذت القرطبي، وهذه أهم شيء في التفسير. لماذا؟ خذ مناهج المفسرين بدءا من محمد حسين الذهبي التفسير والمفسرون وانتهاءا إلى كتاب فلان، واقرأ فيها. يعني هذه النقطة لا تجدها، هذه النقطة لا بد أن نأخذه من المتخصصين الذين قضوا حياتهم 60 سنة في التفسير. نأخذ من هؤلاء. إلى أين نرجع؟ المرجع في المكي والمدني، مرجع في مثلا إعجاز العلمي، تأخذ كتاب مثلا أو كتب. أنت مهم أنك تعرف، إذا وجد إشكالا تعرف إلى أين ترجع ومن أين تأخذ. هذه نقطة مهمة جدا، وإلا تضيع في التفسير. لأن كتب التفاسير يعني آلاف الكتب يا أخي، أين أقرأ؟ لا تستطيع، إذا لم تستطيع أن تختار كتابا وأن تمشي على منهج تمل وتتعب. يعني يصير عندك 10 سنوات وأنت لا تستطيع، يعني تبقى طالبا. ونحن يعني الحمد لله نبقى طلابا حتى نموت. طلب العلم من المهدي إلى اللحد. المتوفى سنة 597، فكتب كتابا مستقلا سماه فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. ثم بدا منه فكتب الزركشي البرهان، ثم جاء بعده الإتقان، ثم هكذا تدرج وألف في مثلا الزرقاني مناهل العرفان، حتى يعني وصل الأمر إلى المعاصرين فكتبوا فيها كتبا، يعني مثل مدخل أبو شربة، مثل روائع للبوطي، لا روائع البيان، روائع البيان صابوني في التفسير، رمضان البوطي ما كتبه الجديد في علوم. مهم كتب كتابا، يعني المعاصرون كتبوا في علوم. لكن العمدة في علوم القرآن الإتقان البرهان الزركشي للزركشي، والإتقان للسيوطي. بقي علوم القرآن بحاجة إلى خدمة، بمعنى تجد يعني فيها عموميات. مثلا النسخ والمنسوخ، تجد يعني 200 آية نسخ ومنسوخ، بمعنى العام أدخلوا فيها والخاص يعني. والعلماء يقولون أن النسخ والمنسوخ تعد بالأصابع. ثم هكذا يعني بقي فيها يعني. ومن هذه النقط التي تحتاج إلى خدمة في علوم القرآن بدأ المستشرقون يعني الكفار بدأوا يبثون السم، يضعون الشبهات في القرآن. يا أخي اسم القرآن منسوخ يعني، وهكذا. فإن سألت عن أفضل كتاب في علوم القرآن أنصحك في نطاق ما طلعت عليه، وهذا الذي نصح من له 30 سنة في علوم القرآن، قل إتقان الدعاء لفضل حسن عباس. إتقان البرهان، انظر التسمية، عندنا برهان الزركشي وعندنا إتقان السيوطي. ماذا فعل؟ درس الكتابين وأعطاك زبدة. وهو محقق، هذا الرجل لا يمر مرور الكرام. أنا أكثر من ذكر اسمه ويستحق. فضل حسن عباس، إتقان البرهان. هذه يعني أنصحكم
وهذا الكتاب هو الذي نصحني مشايخي مثل الشيخ علي هاني حفظه الله. نعم تجد فيه يعني الزبدة إتقان القرآن لفضل حسن عباس. وله مختصر لإتقان القرآن سماه المحاضرات في علوم القرآن، مجلد واحد المحاضرات في علوم القرآن، المحاضرات في علوم القرآن لخص فيه إتقان القرآن. ولفضل حسن عباس، أنت سألت البارحة عن قصص القرآن، قصص الأنبياء، له كتاب قصص الأنبياء كذلك كتاب جيد جدا، لكن بعض الناس يقدحون أنه لم يدخل فيها مراجع، يعني من أين أخذ، يعني لكنه كتاب يعني جيد جدا. قصص القرآن الكريم. وهناك كتاب كل من يعني له اختصاص في التفسير وعلم القرآن يعني ينصح بهذا الكتاب قصص القرآن للدكتور صلاح خالدي. صلاح خالدي قصص القرآن. القصص القرآني صحيح. القصص القرآني دكتور صلاح خالدي كذلك كتاب جيد جدا. نعم صلاح خالدي دكتور صلاح خالدي قصص القرآن الكريم مؤلف قصص القرآن الكريم مؤلف القصص القرآني دكتور خالد صالح صلاح خالدي صلاح خالدي. ثم إذا أردت أن تعرف موضوع السورة وأنت تبدأ في تفسير السورة، يعني من المهم جدا أن تعرف عن ماذا يتكلم السورة. عندما تعرف موضوع السورة، على سبيل المثال سورة عمل، علمنا أن السورة تتكلم عن ماذا؟ الموضوع السورة ما؟ إثبات البعث إثبات يوم القيامة. نعم علي هاني يوسف علي هاني له كتاب، لم يؤلف هذا الكتاب لكنه كتب ووضع في منطقة تفسير في النت في الانترنت، وضعه مقاصد السور، يعني موضوع السور عن ماذا تتكلم السور. هذا مهم جدا، لأن أحيانا مثلا يقول سورة النبأ موضوعه القرآن، تكلم عن القرآن مثلا، تجد هذا في التفسير ولا تستغرب. نعم يعني أخذا من عما يتساءل عن النبأ العظيم، النبأ العظيم قالوا أنه قيل أنه قرآن، من أين أخذوا؟ أحيانا يقع خطأ مثلا في تفسير القرآن بالقرآن، لأنهم يبحثون عن يعني من كل الجوانب هل هناك شيء يشبه هذه الآية، يبحثون عن في الآية ما يشبه الآية الثانية، يعني في آية أخرى بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هنا النبأ العظيم هو القرآن، لكن
قالوا أن في سورة عم كذلك النبأ هو القرآن، لكن عندما يعني نفسر ونتعمق في تفسير السورة نفهم أنه يوم القيامة، إثبات يوم القيامة، إثبات البعث، إثبات القدرة على يعني قدرة الله سبحانه وتعالى. أحيانا يقع هذا من المفسرين الذين يفسرون القرآن بالقرآن. نعم. عندنا كتاب مباحث في التفسير الموضوعي، كتاب اسمه مباحث في التفسير الموضوعي، مباحث في التفسير الموضوعي لمصطفى مسلم، مصطفى مسلم مجلد واحد. يعني يعطيك موضوع، يعني عن ماذا تتكلم السورة؟ على سبيل المثال سورة النساء ماذا تتكلم؟ يكون للسورة في موضوع مهم أساسي، ويكون له موضوعات، لها موضوعات يعني من خلال هذه الموضوعات تعالج الموضوع الأساسي. وهناك كتاب آخر اسمه التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. أحمد الزهراني، أحمد الزهراني مؤلف الكتاب، أحمد الزهراني. الآن إن كان عندكم سؤال حول ما تكلمنا، لأن القرآن يعني موضوع واسع جدا، أنا لا أفتح لكم مجال حتى تسألوني يعني فيما أخذنا. إذا كان عندكم سؤال فيما حول ما أخذنا، نعم ممكن تسألوا. لا أقول كما يقول عياذا بالله مقاتل بن سليمان سألوني ما دون العرش. لا أقول. نعم. وقد أخذنا في الإعراب، في الإعراب كتاب. حاول إذا لم تكن متخصصا، إذا لم تريد أن تتخصص في القرآن، حاول أن تأخذ في كل مجال كتاب يكون عندك كتاب، مثلا في المفردات القرآن، مثلا إما أن يكون مفسر في الفروق مفردات القرآن، مثلا في المتشابهات في القرآن، مثلا مفردات القرآن قلنا يعني هناك ثلاث كتب، هذه ثلاث كتب لابد للمفسر ولغيره، يعني سواء قرأت الفقه قرأت أي فن من الفنون لابد من هذه الكتب، المعجم الاشتقاقي محمد حسن جبل، والتحقيق للمصطفوي، والمفردات أو الكليات للبقاء الكفر. ممكن سؤال، رأيك في تفسير البغوي معالم التنزيل تنصحوا لي إلا تفسير بغوي؟ تفسير أولا يعني قراءته سهل، تعبيره جيد بمعنى سهل. ثانيا قراءة البغوي يعني عند أخذنا ثلاث أو أربع كتب في من مدرسة الطبري، ثانيا لا تجد فيها يعني الخرافات والإسرائيليات وكذلك الروايات الباطلة. لماذا؟ لأنه كان متخصصا في علم الحديث كذلك، فهذا الكتاب مما لا بد منه، هذا الكتاب لخص فيه جواهر الحصة، لا لخص فيه كتاب
الثعلبي كتاب الثعلبي الكشف والبيان. الثعلبي كتب كتابا في التفسير الكشف والبيان، وعندما كتب مقدمة لتفسيره كتب مقدمة أروع مما يكون. لماذا؟ لأنه يعني يقول قسم يعني قسم المفسرين إلى أقسام كثيرة، منهم من ألف كتابا في التفسير وبدأ يذكر فيها حشى تفسيره بالإسرائيليات وبعضهم بالموضوعات للروايات الضعيفة للروايات من المتروكين، وبعضهم أطال تفسيره بالحشو، وهكذا كتب مقدمة. الذي يقرأ في مقدمته يظن أن الكتابة يعني يكون من أروع التفاسير، لكنه رحمة الله عليه وهو عالم أبدا. نحن يعني في ذكرنا نحتاج إلى شخصيتين، شخصية تحترم علماء هذه الأمة لأنهم قدموا لنا يعني علما لا نستطيع يعني أن نقابله بالشكر. نشكر الله سبحانه وتعالى ونعترف بفضل هؤلاء. فرحمة الله عليه وقع يعني في الاستطراد وفي ذكر الروايات الضعيفة وفي الإسرائيليات. نعم، فيقول أحد العلماء أنه كان فيه خير وصلاح لكنه كان حاطب ليل، جمع الحطب وجمع خلال الحطب يعني الحيات وما إلى ذلك. نعم، حاطب ليل. هذا الكتاب لكنه فيها ما فيه، في هذا الكتاب ما فيه من الإسرائيليات ومن البغوي رحمة الله عليه، لخص أخذ من كتاب الثعلبي الكشف والبيان، أخذ منها زبدة وأعطانا إياها، زبدة ما في الكشف والبيان. كتاب مهم جدا وسهل العبارة، حل العبارة، وهو محدث، لكن نقد فيه كذلك. لماذا؟ لأنه ينقل عن محمد سالم الكلبي المتروك الذي اتهم في وضع الحديث، لكن يعني كما قد ذكرنا سابقا هذه التهمة ممكن يعني العلماء أجابوا عن ذلك. لماذا؟ لأن محمد الكلبي وإن كان متروكا يعني متهما في الحديث لكنه كان عالما في التفسير، أقواله واجتهاداته في التفسير يعني لا بأس للبغوي أن ينقل فيه، أما رواياته ونقله عن الأحاديث هذا لا يؤخذ به. كتاب مهم جدا للبغوي، يعني ليس معقدا إنما فيه زبدة ما في الكشف والبيان من تعاليم. البغوي المتوفى سنة 516، بعضهم قال أنه توفي 510 لكن الصحيح 516. Нам. Например, все, что мы здесь проходили, чтобы на этом не ограничиться, чтобы больше знать. Например, мы знаем Тафсиром и Фассиром Захаби. И поэтому назвали много Аштара и других есть в Аль-Нафаке. Но кроме этого Захаби, Тафсиром и Фассирина, этим темам какую книгу можете посоветовать? Фадл Хасан Аббас. كذلك كتب كتاب فضل حسن عباس، كتب كتابا عبارة عن 700 صفحة فسماه التفسير أساسياته واتجاهاته. كذلك كتاب يعني كتب فضل حسن عباس
يعني كلما تقرأ تقول جزاك الله خيرا يا فضل الحسن العباسي، لأن رجل محقق، الرجل محقق يعني يأتي بأدلة ويقنعك. التفسير أساسياته واتجاهاته عبارة عن 700 صفحة، كتاب جيد جدا. كذلك يوجد مناهج في مناهج المفسرين مساعد بن طيار السعودي، كذلك له كتاب في هذا المجال. محمد يعني ابن طاهر ابن عاشور له ابن كتب فيه لكنه معقد، كتاب يعني صعب قراءته، لكن هذا الكتاب جيد جدا. لكن التفسير والمفسرون يعني كل من جاء بعده أخذ واستفاد من التفسير والمفسر. محمد بن سلمة يعني كتاب أبدا لا يستهان، كتاب جيد جدا. نعم، لكن يعني المراجع يعني كل يعني مرجع من المراجع يعني لا يوجد فيه. أنت عندما تقرأ في التفسير المفسرون يذكر تاريخ التفسير وكيف كان الصحابة يفهمون وكيف كان من بعده، ما هي مراجعهم، ما هي يعني ثم وهكذا يبدأ حتى عصر التدوين، عصر الصحابة، عصر التابعين، ثم بعد عصر التدوين وهكذا، ثم يبدأ يذكر المدارس التفسير، أولا مدرسة التفسير المأثور، ثم مدرسة الرأي والاجتهاد، ويذكر في مدارس التفسير أهم مؤلفات في التفسير، ويذكر فيها مثلا الكشف والبيان، ويستطرد من أهم المؤلفات. لكن يعني عندما تقرأ هذا الكتاب وتبدأ في القراءة يذكر لك أهم المراجع، يذكر الكشف والبيان، لكن أليس لنا أفضل أن ندرس البغوي ثم يذكر في مدارس الرأي والاجتهاد، يذكر أولا مثلا تفسير الرازي فتوح الغيب أو التفسير الكبير، ثم يذكر البيضاوي، ثم يعني يذكر مميزات هذه التفاسير، لكن بالدقة إذا يعني أردت أن تدرس أن تدخل في التفسير لا يكفي، لا يكفي هذا الكتاب، ويأخذ منك وقتا كثيرا. لماذا؟ لأنه ثم يذكر إرشاد العقل السليم ويذكر روح المعاني، ما نريده هو أن يعطينا زبدة ما في هذه التفاصيل. نعم، كتاب مهم جدا، لكن لا يكفي أن تدخل في علم التفسير، لا يكفي أن تقرأ فيه. كنا نطلب كتب كتب الإسرائيليات، ما فيش أي كتاب روح البيان أم روح المعاني في إسرائيل. روح البيان للبورصة بهذا جاي للبعث والإرشاد. عندنا في الإسرائيليات ذكرنا أهم كتاب في الإسرائيليات هو كتاب كل من جاء بعد ابن كثير، اعتمد على ابن كثير، والذين كتبوا في الإسرائيليات مثل محمد أبو شهبة كان مرجعه الأساسي هو كتاب الإسرائيليات والموضوعات في التفسير، في التفاصيل. يعني المرجع الأساسي عندنا من هو؟ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، المتوفى سنة 774. نعم، ثم المرجع الثاني الألوسي روح المعاني. ألوسي يذكر لك الإسرائيليات وإن كان خرافات، يعني جاوز الحدود، يبدأ يسخر على الإسرائيليات وحق له ذلك. نعم، روح المعاني، روح المعاني كذلك للألوسي جيد جدا في الإسرائيليات. نعم، والبيضاوي يعني مقل في ذكر الإسرائيليات لكنه يذكر احنا، لكن نريد هنا من يقول لك يا أخي هذه من الخرافات،
وهذه بما لا أصل له وهذا صحيح يجوز لك أخذه. هذا من يعني يعطيك مثلا الطبري يذكر الإسرائيلية مع الأسامي لا يقول لك أن هذا صحيح وهذا غير صحيح. كذلك الدر المنثور للدر المنثور لمن سيوطي يذكر إسرائيليات لكنه يعني وهو محدث يعني لا يحكم على الرواية. نريد من يعني يعطيك الصحيحة من الصحيح. خذ تفسير ابن كثير وروح معه للألوسي. نعم رجل يعني أكثر من 30 سنة يشتغل في التفسير. يعني حاليا هذا الرجل يعني ضحى في التفسير لأنه يعني علوم الآلة كأنه يعني يمشي في بيته النحو والصرف والبلاغة وكأنه في بيته يعني متبحر في علوم الآلة كذلك متبحر في علم التفسير. هذا الرجل حفظه الله يعني الأذن. لا عندنا إن شاء الله عندنا برنامج الجامع التاريخي. هذا البرنامج لا يشتغل على التليفون إنما للكمبيوتر. يعني هذا البرنامج ميزته أنك تختار يعني إذا أردت أن تبحث في النحو تختار كتب النحو وتختار الآية لا يعطيك معلومات كثيرة إنما يعطيك فقط معلومات في هذه الآية. أن تقرأ كتاب أن تعتمد على كتاب. إن استطعنا أن نقرأ في إرشاد العقل السليم لأبي السعود فبها ونعم نجعل أساسا كتاب واحد ثم في كل مسألة تعود ترجع إلى كتاب. نصيحة قبل أن أنسى لا تقرأ مباشرة في التحرير والتنوير. اجعل التحرير والتنوير آخر ما تقرأه آخر ما تبحثه في المسألة حتى لا يشتت ذهنك. اجعل أنت استوعبت الآن سورة عم والآن ارجع إلى التحرير والتنوير واقرأ فيه. أما لو قرأنا في بداية الأمر ربما يشتت أفكار. نعم اجعل كتاب واحد ثم تعود في كل مسألة إلى نعم. المحكم المتشابه ذكرنا عدة كتب في المحكم المتشابه. ملاك التأويل أبو جعفر ابن الزبير. وذكرنا كذلك عدة كتب مثلا درة التأويل وغرة درة التنزيل وغرة التأويل. كذلك كتاب ملاك التأويل ودرة التنزيل. وعندنا أسرار التكرار في القرآن نعم في هذا المجال. يعني يذكر إذا تكرر يعني يقول لك ما هي السر ما هي اللطيفة لماذا هنا جزاء وفاقا وفي الآية الثانية جزاء من ربك عطاء. يعني هنا سميع لماذا يعني دائما تجد سميع عليم أسمع وأرى. يعني يذكر لطيفة يذكر لك لماذا والسر. الله سبحانه وتعالى في كل القرآن ذكر يعني قدم سميع على بصير على قدير. لا تجد فيه آية إلا والسميع مقدم يذكر لك سرا. والسر هو أنك يعني أسمع وأرى. ما قال أرى وأسمع أيهما يفيد القول؟ ربما تراه من بعيد أما لا تسمع من بعيد. فإذا كان في مكان يسمع كلامه فمعنى ذلك أنه قريب جدا. ولذلك السميع يعني مقدر يذكر لك هذه الطائفة الأسرار. نعم.
والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يجعل هذه المجالس أولا في حسنات مؤسس هذا المجمع محمد سعيد رحمة الله عليه، وأسكنه في فسيح جناته وغفر له ولوالديه ولوالدينا جميعا، وأسأل الله أن يجمعنا في جناته جنات النعيم كما جمعنا هنا على مقاعد الدراسة وهو سميع بصير وللإجابة قدير، والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله إلى مجالس، يعني نلتقي معكم إن شاء الله في الدورات الصيفية بإذن الله. بارك الله فيكم، يعني إذا كان إذا صدر منا الخير والصواب فمن الله، أما إذا كان يعني بني آدم كل خطاء يعني وخير الخطائين التوابون، فإن صدر منا من المعلمين، والنون دائما للجمع وليس للتعظيم. نعم، فمنا ومن الشيطان، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.